شباب، معكم حتى جيمر. الحلقة الجديدة من تختيم توتال وور وور هامر بشعب الفامباير كولت. بعد ما دخلنا دولة الامباير وجلدناهم وبقت لهم مدينتين بس، راح نكمل مسيرتنا. اوكي، هذا هنا واقف فما نقدر ندخل له لانه في منطقة جبلية، فشوي نكبل الوضع. اوكي، خلنا نكمل، نروح نبي نحاصر العاصمة. تعالوا وقف هنا وانت وقف جنبه هنا كذا، حلوين. يقدر يسوي سبيد. اوكي، بس ما نحتاجه. هنا ايش في مباني تنبني؟ مبنى فلوس، هلا هلا. هذا المبنى يجيب فامبار كونربشن؟ لا، نبي مبنى الجنود. جنود دول كويسين. اوكي اوكي، كذا وضعنا تمام. في جيش اللي هنا مع هيرو ذا. اوكي، انت تحرك تحرك، يلا نحتاجك في الجبهة. اوكي، تعال منا عشان ندق العاصمة. يلا شوفوا الخيل اللي يطير حقه. اوكي اوكي، خليك على انبوش وانا اخوك. اوكي تمام، اوكي نمشي الدورة، نقرب الجيوش دي عشان ندخل على العاصمة. انتم الهيرو حقي. ايوه قرب، الحين بسيطة الحين بسيطة. ذول الكيس ما ادري ايش وضعهم، يسوون فرضية. يا للحوسة. اوكي اوكي، روح، هذه كلها ما منها فايدة. اوكي، انت راح وقف منه وانت راح وقف هنا جنبه، انت راح خش على المدينة يا مدير. اوكي كذا تمام، طاحت العاصمة، طاحت العاصمة اخيرا. خذ يا مدير، هذا عاصمتهم. هلا هلا، في اشياء واجد، فلوس. اوكي، ونرفع الكربشن هنا ولا السعادة؟ هنرفع السعادة، نبي السعادة فل. اوكي، هو ما هو بشايفنا، ننتظر ولا نهجم عليه؟ نستغل الفرصة، خاف اذا هجمت يقعد ينحاش. هذا كنت خايف نطرد الحين ونمسكه. اوكي اوكي، جنرالنا ما هو قوي لكن هم معهم جنرالهم ذا مرة قوي. ما ادري يعني البالانس حاطهم هم اقوى علشان جنرالهم. حلو نلعب المعركة وندق خشومهم دق. جنرالهم باقي الشب بصراحة، هو جنرالهم اكيد الحين راكب الخيل اللي يطير ذا. ما عليكم، نجلدهم جلد. اوكي، هذا هو جيشهم. نصف سكيلتون كذا، زومبي وراهم، السبيد اثنين على اليمين وهنا اثنين على اليسار. كذا نعطيهم مطة حلوة، نبي مطة مطة كذا حلوين. انتم اللي تطرون تعالوا ورا، خيالة تعالوا منا، الغيلان ذول تعالوا ورا، خيال شوي يمين بعد. انتم تعالوا كذا، وانتم تعالوا وين الجنرال هم الثاني هنا. حلو، والهيرو حقنا في الوجه كذا. احنا خلينا نشوف جيشهم. اما الهيرو حقهم ما باقي على خيل، حتى خيل ما يطير. لا الملك حقهم، هذا الهيرو حقهم، هذا هيرو جديد ضافوه في اللعبه، باين انه قوي. بس ملك ما راح ندق خشمه، اغلب جيوشهم يعني النص شايفين قليله، ما هي واجد. حلوين حلوين، بس عندهم للاسف منجنيق. منجنيق نص عليه اللي يطيرون. عندهم بناتك ولفلاتها كلها عاليه. اوكي، تقدموا الى ساحه المعركه.
قربوا لما دخلت الرينج حقهم وركضوا. هم بعد يقربون مننا. اوكي رينجهم هنا. اوكي خلنا نوقف. انت روح على الهيرو وانتم روح ساعدوا على الهيرو هنا الملك حقهم، وانت روح امسك الهيرو اللي ورا. انتم اللي تطيرون روح على المدافع. السبيز اثنين على هذه واثنين على هذه، وخيالتنا يجون هنا ثم بعد ما يجون هنا يهجمون. كذا الاستراتيجية الصح. اوكي هالسكيلتون واحدة هنا وواحدة هنا والوحدة الثانية هنا وانتم هنا. اوكي الغيلان يساعدونهم على ذي وعلى ذي. حلوين. ايش باقي بعد؟ او الزومبي اللي ورا. واحدة هنا واحدة هنا والوحدتين ذي تهجم على هذه الكتيبة. من باقي البنادق بيرجعون ورا، ما احنا فاضيين نطردهم كذا. حلوين. هل في باقي احد ما وجهناه؟ الكل توجه. تقدموا. في باقي وحدة واحدة ما حركناها بس ننتظر هذه. احنا بناكل الضرب كله. لا 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 كله، يعني الضرب كله اللي يطيرون ذول كله الضرب. اظن دخل وسط المعركة مو في البداية. فيني غباء بس ما في مشكلة. انجلدنا والله. والله ماتوا كلهم. انا غبي المفروض ادخلهم وسط المعركة. هذول جيوشنا جاية محوطتهم يا ابوي، شوف الرعب كيف. اوكي الهيرو حقنا وصل. هم وقفوه. لا ما يبغون الهيرو حقي يدخل معه. اما طيروه بالخيالة. راح 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 عليك بالله، اسحب عليهم. راح ادخل على الهيرو حقهم ملكهم. راسبن زومبي مدير هنا على البنادق. طلع زومبي مدير. ايوه كذا روحوا هجموا. احح جانب الهيرو الثاني. كان راس الوحده هنا على الهيرو. اوكي اح طير ملك بخيله. هو على خيله لما يبع على خيل. انا اوريه تب الله. امسكنا الهيرو حقه الحين. ذا هيرو حقي روحي مخمق عليه. ادخل ايوه كذا اجلد فيه. خلنا نشوف ايش في مهارات. هذه جراوندنج نحطها هنا عشان يرتفع المورال. حلوين حلوين. اجلدوه اجلد دينه كمان. لا احد يبقى حي. ما ابي احد يبقى حي. اجلد ابيدوهم كلهم. اهم شيء الهيرو حقهم لا ينحاش. بس نبي شيء يستخدم على الانمي. كان بينحاش، كان بدا بينحاش. حوطوه حوطوه ما ينحاش. كلكم انتم هنا. لا 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 انتم خلوكم في معركتكم هنا. ايوه يبي ينحاش يبي ينحاش. امسكوه ما ينحاش ما ينحاش. هو على خيل والله بينحاش ترى. اوكي رسبن هنا زومبي عشان لا جاي ينحاش. امسكوه امسكوه ما ينحاش. ما يمشي ما يمشي ما يمشي. حوطوه ما يمشي. مات. كفو كفو. يلا الحين تقدموا من النار. طاردوا ذول. انت بالوحدة ارجع لذول. حلوين حلوين. طاردوا الباقيين. لا احد يبقى حي. حلوين حلوين. هاي الغيلان الصغار. انا وحدات البراندق الامبليسة كلها كاملة. خيلتنا كلها تبن والله. انسحبي انسحبي خلاص. كانوا جالسين حاشون. الحاشة وكذا
نقعد نلعب معركة ثانية. هنا في وحدة روح لفوا عليها. وانتم روحوا امسكوا السيافين ذوليك. وانتم روحوا امسكوا. ما في حد تمسكونه. عندهم خيالة هنا. وين؟ ايوه امسكوه كفو. طالت البنادق لين زاوية الموت. انت زود دمك الهيرو عشان لا تموت في وسط المعركة وناكل تبن. حلوين حلوين. جلدنا خيالتهم. انتم لف 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 على الخيال لين حشون. جرولهم. امسكوهم. طاردوهم الى اخر الموت. طاردوهم الى النهاية. هنا ما في شيء يبطئ. هذا يزود السرعة. خلنا نزود سرعة الدور. يلا زاد سرعته. اركضوا. جابوهم والله جابوهم كفو. طاردوا البنادق البنادق خلوكم من ذول. فزنا انسحبوا يا ليل. يلا عوافي عوافي. اهم شي دقينا ملكهم. دقينا خشم دق دقيناه ودق. حرام يطيرون ذول اللي دخلت بداية المعركة. والله انه غلط غلط ما هو بسهل. غلط قوي الصراحة. عندهم خيالة قوية تبا لهم. حلوين حلوين. رايش دي دقين. اقتلوهم كلهم. اوكي انحاشوا الكلاب. نقدر نلحقهم ولا لا؟ شوف اللي باقي منهم. ملكهم مات. ما بقى الا شيء بسيط. يلا انهوهم الحين انهاء كامل. حلوين حلوين. خذوهم. حلوين. وين باقي مدينتهم هذه؟ باقي المدينة هذه بس نروح ناخذها الحين. انتم اطلعوا اطلعوا من المنطقة ذي تستجلدنا جلد. حلوين حلوين. خلنا نرفع المورال هنا كذا تمام. مو المورال الليفل قصدي. ملكنا يلا باقي له كم؟ باقي له يعني تقريبا 7 ليفلات ويقدر يركب التنين العملاق. المزة حقته. وين مزة الله يهديك. مشينا. اوكي كذا حلوين. فنانة حرب فنانة. ابدنا 3/4 جيشهم. ممتاز ممتاز. هذا يزيد لنا 100. هذا يزيد لنا 200. هذا خلتها 150. هذا 200. هنا زود يا حبيبي. خلنا نشوف مباني ما نحتاجه. زي هذا المبنى ما نحتاجه لان عندنا واحد في المقاطعة خلاص. حلوين حلوين. هنا في ليفل. عطى خيال يا حبيبي يستاهل. نعطيه راي ستيد. المنطقة ذي فيها راي ستيد. نعطيه ما واحدة واحدة بس فقط. وش اللي خسرناه احنا؟ خيالة نجيبها هنا ما عندكم مشكلة. اوكي الجيوش انتم يلا انتشروا في الاراضي عشان ترفعون المراد. امسك المنطقة ذي. تمام تمام هندم. كذا حلوين. وضعنا في السمباتيك يا ليل. خلنا نشوف الدول اللي جنبنا وش الحين. شوف خريطتنا الجميلة. الله منظر جميل. عندي اوكي نشوف ذول مدينتين. خلنا نشوف اول شيء هذول السبايك. الدولة ذي 7. بريطانيا هذي او شبيهة بريطانيا. ما هي بريطانيا ما ادري وين باقي. بس هي لازم نمر عن طريق الدولة ذي عشان نقدر نعبر الى المنطقة. خلنا نشوف الاوبجيكتيف ايش صار. باقي 220 بروفايز
نحتاج نجمع مقاطعات واجد. limit the following faction chaos region. limit شو معنى limit يعني؟ لحق عليهم شيخ، خلنا نخلص الدول اللي ورانا ذي. اوكي نمشي الدورة. اوه هنا بروفانس، انا ارفع المورال، ضبط مورال المنطقة ذي، المنطقة تجيب لنا فلوس بالهبل. حلوين حلوين. ها جرين سكينز تحبني ولا لا؟ كايس ذا ما ادري ايش وضعه صراحة، ما يحارب غير جالس يخرب علي مقاطعتي ويسرق. المفروض انه يروح يحارب الامباير، بس انا بت الامباير. اوكي وذا وش وضعه؟ رجع اراضي وش يبي؟ اوكي خليك من النوم. هنا ايش في مباني؟ هذا نبني المعبد ذا عشان يعطينا كربشن. خلينا نشوف في مباني ثانية تجيب لنا فلوس. فلوس فلوس، نحتاج الفلوس، الكثير من الفلوس. هنا وش فيه؟ خليك من ذا، نهدم المبنى ذا ما نحتاجه، كان عندنا مبنى واحد يكفينا. هنا مبنى رئيسي نطوره. اوكي الجيش ذا خله هنا، الجيش ذا امشي يا صاحبي، وانت تنزل من هذا التل اللي جالس يبيد فينا عباده. اسرع اسرع اسرع. طلعنا منطقة خطيرة دي، تقعد تذبح في جنودنا. اوكي خلينا نشوف المقاطعات كيف اوضاعها، يعني كلها سعيدة. هنا مرة السعادة صفر، لازم نرسل الجيش هنا يخضعهم. هذا هنا فيه مدينة، خلينا نشوف الاصفر ذا، هذا اتوقع اصفر اللي على الشاطئ. وهنا هي ذا، هوب ست مقاطعات. اوكي خلينا نشوف جرين سكينز كيف علاقاتنا معاه. طاقة تكرهني يا شيخ، جعلك ما حبيتني، الحين اقوى منك، انا دق خشمك، دق خشمك دق. اوكي ذا جالس يرجع جيشه، ما راح يمديك، ما راح يمديك يا حبيبي. You can't do it. اوكي اوكي اوكي. خلنا نشوف دورة الشمس ذي كم. الشمس نسير تشيرزا. مدينة واحدة بس. دق خشمه يا حبيبي. وين 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 هي؟ ضيعتني هذه. نرسل ذا الهيرو يتجسس عليها. شوف اوضاعها كيف. هذا 15 هنا. هنا 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23. لازم نجيب لنا جيش ثاني يساعدنا، بس لاحقين 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 عليهم. خلينا نروح ننهي الامباير حاليا، ننهي ذا امباير. ما في باجي ادق خشمك بعد شوي، اذا ما دق خشمك الجرين سكينز ذا ميلي ذا هو غثى. اوكي اوكي بيبي اوكي. قالنا ما احنا فاضيين، اهم شيء سعادة السكان عندنا. جيتنا العزيز تعال هنا، جيشنا بيقعد يموت كل شوي، فخله يرتفع موراله القليل. تعال وقف هنا بس عشان المرة الجاية طقة واحدة على طول على الامباير. المدينة ذي كم فيها؟ والله فيها جيش محترم الصراحة. انت روح هنا ارفع المورال عجل. حلوين حلوين، ارفع سعادة السكان السعادة. اوكي طلعنا لورد جديد قاتل. وقف هنا، خذ لك يا مدير من دولة. حلوين حلوين.
شوف العاصمة ايش نقدر نبني فيها، نطور ذا. حلو، حلوين حلوين، وضعنا كله في السليم. طور ذا حق الفلوس، وضعنا ممتاز. بس خلينا نروح نبيد ذول الامباير ونشوف وش اخرتها. يا اخي والله ماني مسوي بيس. عنكبوت. اوكي. انت طلع طص. اوكي خلينا نشوف يوصل. بس جيش مكنه قوة والله. اوه والله جيشهم قوة، نحتاج جيش ثاني يساعدنا. والله نحتاج جيش الآن وحالا. خلنا نرسل الملك. الملك براسه راح يساعدك، ايش تبي احسن من كذا؟ يلا طلق. خلنا نطور هذا الشيء الجميل. مشكلة حجارة الحين ما اقدر اتحرك، لازم اقعد محاصر عشان ما ينقصون جنودي. اوكي شوف الدورة اللي بعدها وش في هنا. اوه لازم نبني ادوات حصار. ما نحتاج ادوات حصار، بننسحب بننسحب بعد شوي. اوكي يبي بيس، ما في بيس. الله يسلمك. وش يبي ذا؟ مثال قدم اعتداء. ما معليش ما في، ممكن يكسن بيزعل علي، ما ابي ازعله. اوكي خلنا نشوف هنا وش صار. هذا جيشهم. تعال هنا وقف. ماذا؟ دق خشومهم يا حبيبي. واخذ اخر مدينة له بس نحاش جيش الخبر. ما يطرد ذا. اوكي خذ لك يا حبيبي لفل يا مدير لفل. اوكي الحين باير ما عندهم ولا مقاطعة بس عندهم جيش جالس يهرب، فيبغانا ندق خشم الجيش ذا. اوكي نمشي الدورة، نبي نطارد احنا. ايوه وش خذ سكيلز يا حبيبي. جابك الله جاي تقرب ليه؟ اوكي يا الدور تطول. كم ستطول بعد ما توسعنا؟ اوكي نستر خلاص راح ننهيهم. حطه يمشي عادي. دقني خشمه. تمت الإبادة بنجاح. اقتلوه كلهم. اما ما نحاش باقي. جالس نحاش. خذ لك ليفل يا صاحبي. نعطيك المهارة ذي ويند اوف ديس. خلنا نلعب المعركة. هو واحد باقي بس بستمتع كذا وانا اقتله. بقتله بس بالملك حقي بيهجم عليه بحصان اللي يطير.
اوكي ستارت. بس وين ملكنا؟ هو خيل اللي يطير ذا، متى يركب التنين؟ راح اقلع عليه. خلينا نشوف كيف خيل يطير. يا اخي شيء ما يدخل العقل. شفت انا ليش شوف جيش، شوف الجيش، جيش هز جبال. وين ساحرهم على هناك؟ هيا كان يركض في الجو. هبطله يا مدير. قريش على جبهته طاح. تقول لي مات؟ اما مات من ذي الصقعة. وأضع عليكم رقيبا. رقيب أول ولا عريف؟ سنختلف في يوم ما. ماء أم عصير؟ ساعدكم، ما حد يتعداكم في شيء، حتى في المواطن سبوقين في الطين دائما ما شاء الله عليكم. بيض الله وجهك. اوكي وأبدنا الامباير اخيرا. ذا امباير فكشن ديستروي، انتهى الرعب. خلينا نشوف، ما جانا شيء، ما في مشكلة ننتظر عادي عادي، ما ورانا حاجة. اوكي خلينا نشوف الاوبجيكتيف. امباير ديستروي، اقدر اخليه اخلص الشورت بس الكويس توقع لازم ارجعهم اراضيهم، بس ماني بفاضي لهم حاليا. اوكي بني الحلقه هنا، شوف اذا تبغوني اكمل اخلص اللونج. اللونج بنطول، لازم نخلص نذبح الدورف ونذبح بريتانيا. بريتانيا هنا بس ما ادري كم عندها يعني مدينه وجيشها كيف. خوف انهم ايوه هذه عندها أربعة يعني ما يبديك القوة، نقدر نجلدهم. والدوارف عندهم سبعة، بس الدوارف هم القلق. الدوارف يعني في جبال بيقعد جيش كل شوي يموت ويمشون بشويش، مرة قلق. فأنتم وش رأيكم؟ هو اللي باقي لنا بس الحين نرجع الكايوس أراضيهم، نجلدهم نحاربهم. بثلاث جنرالات هم متوقع داخلين فلازم نجلدهم. فأنتم وش رأيكم؟ نبدأ خلاص على الكايوس نجلدهم ولا ندخل على بريتانيا والدوارف؟ ولا وش رايكم يعني؟ يلا السلام عليكم.